شلون تعرفوهم؟ ايه عمي توتك هذا فيرتيبرال بادي الجو ده شوفوا واحد خلينا على الليبل ايه اوكي سحبي لي 5 سي سي ديكادرون يا امبول اعطوني النيدل وينها يا رشاد طبعا صار زي بلاس من ورا التيومر طبعا نازل هو بين الانتيرابينه طابه وال السيليكا بلاكس ها فوقها ما تبين واضحه شلون مميز يلا علي هي بياخذ شكل معين لو هي بس تصير هيك فوقها شايف انت سير ستار سير انتيرير تو ورتر وهذا دائما الخطا بالفلوروسكوب جميع الفيرتيبال بادي جي بس على البوستيريال بارت ما يجي على الانتيريال بارت هم ديكادرون وياه هاي 5 ساعات هاي كلها شعاعيه تصير شعاعيه هي ايش باندل اكبر من الاول تطلع هيك كلش كبيره هذا الهايبركوي شادو كله الدائر مدار الارتري وهنا كل هيباتيك ارتري يصير دم دائر مدارة زين واحد يسموه سيليك ارتري هذا سيليك ارتري هنا موجود يطلع هذا البلانش مال الارتري ايش قد الفوليو؟ يعني ديكادرون ايش قد الفوليو؟ زايلو للعشره اريد ديكادرون واريد واحده الثانيه الواحده بها ماركاين 5 سي سي وياها ديكادرون نص تعرف البرانش مال هيباتيك ارتري تعرف؟ ما يطلع هنا ديسبلي نورمال اناتومي شوف هاي كل البرانشات البزلز راح افوت نص بزلز يعني كلها هاي كلها نص بزلز افوت يعني خلوني سرنج لون مصلاين لا لا سرنج لون مصلاين لا اوكي سرنج لون مصلاين اي والله يلا هذا اي زاكن هاي بروتوك وهاي بروتوك هنا دوما دايما سبريت ثاني سيسه لا لا شوف النزل شادو زي الاوت سبريت لحظه حج بطل النفس ما عندك حج وقف النفس لحظه طبعا النيدل انا شفته بالضبط شوف 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 شوف